شوية معلومات عامة على الانتخابات. والانتخابات بسبب مرض كوفيد هواي ناس دز يعني أصواتها للانتخابات الرئاسية بالبريد هالسنة، رغم أنه ترامب هذا ما يعجبه ويقول احتمال يصير تزوير، بس ماكو شيء يثبت هذا، ونفسها حكومته هي تقول ماكو تزوير. يعني أنت تقدر تطلب استمارة الانتخاب بالبريد، يدزولك إياها بالبريد تمليها وترجع تدزها، أو حتى بالإيميل وترجع تطبعها وترسلها. لما تدزها ما تقدر يعني ما تزور، ليش؟ لأنه أنت حتكتب اسمك ومعلوماتك الشخصية، هم يروحون يعني متجيهم يشوفوه يقارون اسمك الموجود بالموجود بالكمبيوتر وبالسيستم، يشوفون إذا أنت مصوت أو لا، إذا أنت مواطن أمريكي أو لا، يعني ويقارنون توقيعك إلى آخره، بعدين يحسبوه ويدخل الكمبيوتر، يعني مثل ما يقولون يدخل للسيستم. يعني إذا دزيت واحدة لخ باسمك ما تنقبل أصلا، هي غير قانونية. إذا دزيتها باسم مستعار يعني يشوفون ماكو بهذا الاسم بالسيستم وما يقبلوها، يعني ما بيتزوير. معظم الولايات تقول يعني حق للجان الإحصائية يعني اللي تحسب البطاقات الانتخابية تحسب الأصوات اللي تجي بالبريد إلى حد بعد يومين ثلاثة من يوم الانتخابات 3 نوفمبر، بشرط أن يكون دازيها آخر شيء قبل يوم 3 نوفمبر أو بيوم 3 نوفمبر، مو تنتظر 4 نوفمبر وتدزها على السريع، حتى لو توصل ما تنحسب. المهم تكون مصوت يعني بآخر موعد رسمي للتصويت. هذا في قضية يعني قبول الأصوات مو حسابها. حسابها ممكن يعني يخلص بعد يوم أو يخلص بعد شهرين. 2016 يمكن كاليفورنيا طولت شهرين، بس عادة لما أقول عادة أتكلم عن الفترة اللي قبل وباء كورونا، يعني الشغلات غيرت. عادة التلفزيونات الكبيرة بالليل بيوم 3 نوفمبر يقولون شيء اسمه projected winner، يعني الاحتمال الواقعي للفوز في الولاية لفلان واحد أو فلان واحد. هذا مو فد شيء رسمي، بس القنوات الشهيرة يعني يقولوها. يعني من تكون النسبة صعبة أنه المنافس يرجع يقولون projected winner. القانون ما يقول أنه يوم 3 لازم تنحسب، يعني تنحسب كلها، لا، يقول يقبلوها آخر يوم، يوم 3 كآخر موعد. وهسه بعض الولايات تقبلها بعد كم يوم من 3 بالشهر، بشرط أنه مثل ما قلنا دازيها بالوقت الصحيح. بس ترامب ما يعجبه هذا، لأن معظم الديمقراطيين هم اللي راح يصوتون بهاي الطريقة، لأنه يعني عندهم إيمان بالعلم، هم يريدون يوقفون سرى بأماكن مكتظة بالناس ويصير بهم الفيروس، بينما قاعدته ما يهمهم لأن معظمهم أميين. لهذا السبب ترامب يريد يملي المحكمة الدستورية بيمينين متطرفين يعني يدعموه حتى يروح يشتكي يمهم وهم يحكمون لصالحة. قبل كم يوم أمي كوني باريت صارت يعني ثالث قاضية يدخلها ترامب المحكمة الدستورية، رغم يعني رفض 48 سيناتور من 100 سيناتور موجودين ترشيحها. هسه المحكمة الدستورية العليا بيها 6 محافظين و3 فقط ليبراليين، وهذولا رغم أنه يعني المفروض يكونون يعني مجموع القضاة دول يكونون محايدين، بس ترامب يعني ما اختارهم صدفة، أكيد استجوبهم وعرف شلون يفكرون وتأكد أنهم أنه يعني راح يحكمون لصالحة من صار إن شاء الله. الدليل هو واحد منهم اللي اسمه بريت كافانا، اللي قبل ما يصير بالمحكمة محكمة دستورية تهموه بمحاولة اغتصاب، بس بنفس الوقت كان يعني يدعم ترامب، كتب موضوع البارحة وقبل يومين ثلاثة أتصور قال بي إن إذا الفائز بليلة الانتخابات يعني البروجكتد وينر يخسر بالانتخابات بسبب الأصوات اللي تجي بالبريد بعد كم يوم، هذا يعني سيفجر دعوات الانتخابات المفبركة. هاي الجملة اللي يستعملها ترامب، انتخابات مفبركة، كان يقولها كل شوية سنة 2016 حتى ورا ما فاز، لما شاف انه هيلاري اخذت 3 ملايين صوت اكثر من عده. يعني القاضي بريت كافانا دي يحضر نفسه ودي يقول لترامب لا تخاف احنا وياك حتى لو خسرت،
بس هذا مو قانوني. هذا القاضي يقول لازم كلها تنحسب يوم ثلاثة، لازم تطلع النتيجة يوم ثلاثة، بس هذا مو كيفك، انت ما تخترع قوانين جديدة. هذا عود قاضي بالمحكمة الدستورية، مهزلة. شلون إذا حسبت الأصوات وكان الفرق بسيط وبعد يعني تكملة حساب الأصوات تغير الرقم؟ يعني اللي قال هذا القاضي قمة في الجهل. ترامب بعد راح أبعد من هذا، يقول حتى لا تحسبون ورا يوم ثلاثة، وإحنا حنستعمل المحاكم مثل ما صار بويسكونسن، اللي هو ما يعرف بالضبط شو صار بويسكونسن. المحكمة الدستورية هناك قررت إنه اللي هي يعني ويسكونسن ولاية متأرجحة كلش مهمة، قررت إنه حتى لو البريد وصل والختم يقول التصويت يعني أرسلوه قبل يوم 3 نوفمبر، أي صوت بعد هذا الموعد ما ينحسب. يعني إذا أنا دزيت قبل شهر وتأخر البريد لأي سبب ووصل صوت يوم 4 نوفمبر ما ينحسب. مو معناها ما تحسب الأصوات يعني بعد يوم 3، لا تحسبها، بس ورا يوم 3 ما تقبل البريد. يعني ترامب عيني عينك دا يقول أنا إذا ما أفوز ما حد يفوز. تريد تسميه تزويد، دكتاتورية أو غباء بعدها يمك. بس أيضا الحق قال يعني بولايتين غير هذه الولاية ويسكونسن، المحكمة الدستورية سمحت بقبول البطاقات يعني إلى بعد هذا الموعد، ولايتين اللي هي بنسلفانيا ونورث كارولاينا. ترامب طبعا محاولاته اللي عرقلت الانتخابات مو بس هنا توقف، لأن عين صديقه والمتبرع الحملات الانتخابية المليونير شو اسمه لوي دي جوي، سواء مدير اليو اس بي اس اللي هو البريد العام الوطني خلينا نقول، ومن هسه يعني بدت الطرق هاي مالته تبطئ وصول البريد. من صار هذا مدير، يعني من صار مدير لحد هسه سرعة وصول البريد دا تقل وتقل يومية، والدعم لهم أيضا دا يقل وحطوا لهم عراقيل هواية. اللي كان البريد اللي يوصل بيومين بالولايات المتأرجحة هسه يوصل بأسبوع. يعني أحد منكم يعرف ليش ترامب هيك قاتل روحه على الكرسي؟ مو هو ملياردير؟ مو هو متبرع براتب 400,000؟ ليش مدوخ نفسه؟ لأن يعرف بس يطلع عالمه ينهار بشكل غريب، والقضايا تتفعل ضده وضد عائلته شركته أيضا. ماكو حصانة، الناس تقوم تطلب ديونها، ومطلوب فوق 400 مليون لأحد من عرفه، مطلوب 100 مليون للضرائب، بعد الله أعلم ما يدري إيش قد عليه مشاكل وقضايا. أمل الوحيد يعني يشتري راحة باله بالرئاسة الأمريكية.